السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثلاث أصناف مانجا، مسك وطبعا سكري وعويس، وسكري وعويس. طيب هنبدأ ناكل منها كل واحدة كده ونقول بسم الله. قال لي ايه مانجا نشتريها؟ ديت هي المسك، دي المسك. والله الراجل اللي بيعها الله يصلح حاله هو قال لي عليها اسمها كده. انا اول مرة اسمع عن المسك دي. انتوا برضو قولوا لي في التعليقات النظام ايه. يا نهار ابيض، ريحتها رهيب، ريحتها جامده جدا. استنى كده اتفاجئت بيها يا جماعه، اتفاجئت بيها. اللهم صل على النبي. تعالى يا ام سهيل، ده انا قلت اسيب العويسه حلي بيها في الاخر. تعالى يا ام سهيل، حلوة قوي. شوفوا كده دول مسؤولة دي. لا انا عايز دي ليه؟ ده رهيب. هي دي المسك، شوفوا كده، قولي لي طعم جميل ما شاء الله. شفتي خدي انا حاجة ايه، حاجة فوق الوصف، حاجة فخامة. مسك، دي المسك يا جماعه، دي المسك على كلام الراجل الفكهاني الامير اللي عندنا هنا. اهوت قال لي دي المسك يا حاج جلال، وهي مسك والله العظيم، هي مسك يا جماعه. محدش يمشي، بيقول لكم روعه. اللهم صل على النبي. اها حلاوه دي. طعمها زي الفص؟ مش كده؟ طعمها ما حصلش. سكر زي الفص. سكر نبات. اي والله يا جماعه سكر نبات. عارفين السكر النبات؟ مين اللي عارف السكر النبات؟ حاجه من اللي عارفه سكر نتكلم عليه في البث المباشر. سكر النبات ده لا 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 بيبيعوه في البصات ولا لا 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 دي بانها جامده قوي يا ام سهيل. اشوف الثانيه دي طلعت زيها، طلعت زي الاولانيه دي، يبقى دي نجيبها تاني اللي هي الايه المسك دي. يا صلاه النبي احسن، صلاه النبي احسن، صلاه على النبي. شايف يا عم الحاج؟ استنى كده بسم الله، صلاه النبي احسن. الله حاجة فوق الوصف. ايوه جميلة جدا، جميلة جدا. سألوا عن المسك دي، مش غالية، ب 35 جنيه. ده هي ب 50 جنيه. العويس ب 50 جنيه اللي انا بحبها. المسك ارخص منها؟ ده انا هجيب كرتون. غالية دي، غالية. نفس الطعم يا حاج، شوف يا ابو سعيد. نفس الطعم، اللهم صل على النبي. شوفي الجمال. والله يا جماعه حاجه، بصوا حاجه عظمه. انا اول مره اكل النوع ده من المانجا حقيقه، يعني عشان بقى ايه نبقى ناس صادقين مع بعض. شوفوا، شايفين الحلاوه اهو، بالصلاه على النبي. شوف كده حاجه ايه يا جماعه. انا اول مره ناكل مسك، اول مره اكل. يا جماعه هي مسك. اي أيوة والله حاجه، بقول لكم ما شاء الله فوق الوصف، صدقون. والله ما انا سايب فيها حاجه اهو. روعه، تستاهل. وبعدين مش غالي. اللهم صل على سيدك النبي. حاجه بقى ايه، المانجا السنه ده ارخص من التفاح. استاذ محمد محمود
احلى ضرب مانجا المسك دي. يلا عشان ما نضيعش وقت نخش بقى على السكري بقى. الصلاة على النبي، هي دي السكري. شوف هي بقى السكري مختلف خالص. دي جلدها، جلدها مسايلة ايه، تحس ان هو ماسك كده، انما هي مسكرة. تخيل. السكري دي بقى دي بتاع ايه؟ دي ب 25 جنيه. خلي بالكم. هي سكري، هي انا عارف، انا عارف السكري ده. تعمل كده. السكري ما تعتبرش اكل. ممكن عصير. لا لا لا. قصة تانية. الله يسامحك يا فريد. لا مش لا لا لا. ده المسك دي مسك، مسك يا عم الحاج. ولا 27 جنيه. زعلان منها. اهو ده غمتني، ده جابت خدت الحاجة المسكرة اللي في بقي ودتها فين؟ ودتها فين؟ بالصلاة على النبي كده ودتها فين؟ اهو. شايف؟ شايف يا عم الحاج؟ صلاة النبي. دي طعمه، دي طعمه. شوف يا مسؤولة كده اهي، دوق دي كده حاجة تانية. لا لا شاركين ال في حاجة بقى، شاركين الطعم ال حاجة. يا جدع يا جدع، المسك دي لازم تجيبوه، اوعى تفوت. أي حد بيشوفني اوعى يفوت لما يجيب المسك دي. اهي ده حسن. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي أحسن حاجة. إيه؟ حاجة فخامة. نخش بقى على العويس والفص والمسك دي بقى يعتبر لما لا 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 لما هتاكلهم ما تحسش بالملوحة. يا أم سهيل المسك دي لأن هم مسكرين. المسك دي تحس إنها إيه؟ سكر مختلفة. هنشوف إحنا بقى طعمها وطعم العويس، إيه الفرق بينها وبين العويس؟ سكر عادية خالص. والله العظيم أجمل من العويس. المسك دي احسن، اجمل من العويس. اجمل من العويس. يا صلاة النبي. روح اضرب يا سامي، روح اضرب. هات المانجا بتاعتك واضربها في المانجا بتاعتك في التلاجة. العويس مش عاجبني يا ام سهيل، بغمتني. مش حلوة هي والسكري؟ حلوة بس مش هي المسك دي. يعني المسك اللي تفوز النهارده؟ اي أيوة والله. ما شاء الله. مش هي دي يا جماعه، عشان بس تعرفوا شكلها. دي اسمها المسك، خلي بالكم بس ركزوا معايا. ده ماشي شكلها مسك. ازاي ان العويس ما تدخلش النخاشيش؟ ما تبهرنيش. اهو صلى على النبي. يا صلاة النبي. احسن. اهو صلى على النبي كده. استنى كده نجيب تشوف تاني. شوف يا مسهيل، جرب انت يا مسهيل كده قولي لي بقى. اهو انت دقت دلوقتي، شفت المسك الاولي والمسكره، او الثانيه اللي هي السكري دي. سكري ما هيش مسكره ولا نيل، المسك الاولي. ملاحظة حاجه؟ الاثنين المسك زي بعض بالظبط، شجره واحده، نفس المستوى. يعني انت بعد كده تطلب المسك ما تطلبش العوز؟ اي أيوة والله. على فكره المسك دي طعمها بالظبط زي الفص. جميل. الفص دي بتبقى مسكره قوي. شفتي؟ ايه رايك؟ مختلف. مختلف ليه؟ مش عارف ايه انت متغشنا فيها ولا ايه؟ لا المسك تفوز النهارده. لا المسك تفوز. ده ب 50 جنيه دي يا عم الحاج. الثانيه ب 35. العوز ب 50؟ اه والله ب 50. انت غمتين، زعلتني منك ليه؟ انا طول عمري بقول لك انت ست الكل وحبيبه قلبي العويس، تطلعي كده هو بالمنظر ده. الحاجه تبقى غاليه وحلوه، ما الواحد ما يهموش. المسك احسن. دي تاني واحده اهي. المسك احسن يا ابو زهير. اي والله. عجبتك؟ أو وبعدين تاكلها مش هتتعب.
فيهاش ملوحة المسك. زي الفص بالظبط. ما فيهاش خالص. وبعدين الايه؟ ماسكة نفسها، خلي بالك شوف ماسكة نفسها كده، بس سكر نبات يا عم الحاج. أبقى أقول لكم على السكر النبات ده، ده الجيل بقى بتاعنا احنا بقى. شوف يا عم الحاج، بس انا زعلت منك قوي يا عويس. مالك غمتيني ليه؟ اكملي تاني كانت متذكره قوي. جايز؟ لا. اكملي ايه؟ ولا هي مش زيها؟ مش نفس المستوى. مش نفس المستوى. اهو بسم الله. الله اكبر. لا فرج الله. لا 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 مش خازت نظر مسك. انت خدت انت في مسك؟ لا ما كانش هي. ده عينه مسك ولا عينه فص ولا عينه من دي؟ ماشي. عينه من هي. مش عارفه. ها؟ ماشي عارفه. هات انا اقول لي. لا هات انا اقول لك التقرير. المسك هي اللي خازت. حاجه عظيمه. ازاي تعمل فص بالظبط؟ حاجه عظيمه. عشان تقول لنا يا سيدي رايك يا سيدي. هتلاقي حته ابوك كده. يا صلاه النبي احسن. صلاه على النبي. يا جماعه. انا اضحك عليا يا جماعه. ما خدت مسك. ما هي دي جميله. خلي بالكوا دي جميله يا جماعه. ايه رايك يا سعاد؟ الاعواز جميل بس مش زي المسك. لا مش زيها خالص. اجمل. دي قولي لنا بقى. دي المسك اللي معاكي؟ وراني كده؟ ايه رايك بقى؟ وراني كده يا سعاده؟ وراني كده هي وراني مش فاهم. ما حطيتلهاش بسكينه. دي المسك؟ بجد؟ كلها بسكينه عشان تحس بيها. ده قطعاك حلو قوي. ده انت كنت عينا دول رهيبه يا سهيله. مش بالظبط استعمل فص يا سهيله. هي فص المسك دي فص بس على كبير. اخواتي واصدقائي واصحابي في القناه المهات المانجا المسك، وكل سنه وانتم طيبين، وكل موسم مانجا وانتم طيبين، ولا لكم مانجا ان شاء الله، ويومكم مانجا ان شاء الله، والسلام عليكم. نشرب ميه كتير. يلا بقى نشتغل لان انا لسه خلصت.